على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب عقدت ندوة بعنوان مصر والوضع الفلسطيني الراهن وكيفية الخروج منه لمناقشة الحلول المقترحة للقضية الفلسطينية والعدوان على غزة والدور الذي تلعبه مصر لحماية القضية الفلسطينية ودعمها، وذلك بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كما ناقشت الندوة الحلول المقترحة لليوم التالي في غزة والدور الذي تلعبه مصر لحماية القضية الفلسطينية ودعمها. سيد شباب الأحزاب والسياسيين من خلال عقد هذه الندوة اليوم على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب هي جزء من الجهود في نصرة الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه وجزء من التحليل للوضع السياسي القائم الآن في ظل هذه الحرب البشعة اللي بتمثل واحدة من أكبر المجازر في تاريخ البشرية بما يقرب من 30 ألف شهيد فلسطيني حتى الآن. ومن خلال ما جرى في هذه الندوة كان هناك تحليل متعمق حوالين ما ارتكب من جانب إسرائيل من جرائم انتهاكا للقانون الدولي، إضافة لذلك للحديث حول المسؤولية الدولية إزاء الشعب الفلسطيني في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والاعتراف الفوري بإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا ما انتهت إليه الندوة بضرورة الاعتراف الفوري من كافة أطراف الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. مصر بتقوم بدور كبير في مساندة هذه القضية على عدة مستويات، سواء كانت المستوى السياسي أو مستوى برلماني أو حتى المستوى الشعبي. وأنا أعتقد أن اليوم كان يوم ناجح جدا، والحمد لله كان الإقبال جيد بالنسبة لحضور هذه الندوة، وناقشت عدة محاور هامة جدا، وده في حد ذاته أمر مهم أن الشعب المصري والشعب العربي يشوف قد إيه الجهود مبذولة من أجل وضع حد لهذا الاقتتال اللي موجود في غزة.